الجامعة المحمدية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عمرو بركات رئيس جمعية تضامن لسيارة الأجرة بالمحمدية والكاتب الإقليمي بالاتحاد الوطني للشغل المغرب. الإخوان تفاجئنا اليوم بخروج ديال الأمن ديال عين السباع وديال سيارة الأجرة الكبيرة ديال الدار البيضاء كيحاصروا السيارات ديال المحمدية هنا على مستوى ديال سيدي عبد الله بن الحاج. والغريب في الأمر بأن الناس ديال المحمدية دابا لحد الآن راه كيتعاملوا معنا في المحمدية، الناس ديال الولاية كيتعاملوا معنا وعندنا واحد البروتوكول هو ساري المفعول. الغريب في الامر بان دابا تفاجئنا هنايا هاد الناس هادو جاو كيدخلنا الفوريان قال لك قرار ديال الوالي. حنا السيد الوالي، السيد الوالي راه كاينه في الدار البيضاء عده نقابات، كاين النقابات اللي هي فاعله والنقابات اللي هي اجتماعيه، وكاينين دوك النقابات اللي هما كيعيشوا من الكاله وكيعيشوا من الخاوي وكيعيشوا من هاد الشيء. حنا كسائقين ديال المحمديه حنا كنتعاملوا بالتعايش، كنامنوا بالتعايش، كاين بروتوكول سير المفعول. البروتوكول على ما تفاجئنا دابا المحمديه لحد الان في هذه اللحظه هذه المحمديه راه خدامه فيها الناس ديال الولايه. وهنايا جينا تفاجئنا ما عرفناش كيفاش، جوج سيارات دابا راه داوم لينا المحجز البلدي، جوج سيارات. اذا الا كنت كندير هاد الا كان البروتوكول كيدار في الولايه ولا في العمالات وكيصدق فخ في الاخر بالنسبه لنا هنا، حنا حسبناه فخ دابا. وكناشد الناس المسؤولين ديال الدار البيضاء باش يخرجوا لنا هاد السيارات ديالنا. حيت هاد السيارات محمدية ما كتدخلش الفوريان، ما كايناش شي سيارة داخلة الفوريان، حيت إلا ما جاوش يخرجونا هادو راه حنا راه غنعاملوهم بالمثل. وكنقول بأن المسؤولين خاصهم يتعاملوا مع الناس المهنيين، راه ماشي اللي دار كاشي ودارنا دار كاشي ويجي وكيصدق عنده تمثيلية. التمثيلية راه بالأغلبية، التمثيلية بالأغلبية ليس بالتمثيلية. اللي عنده الكاشي وعنده لادريس ديال الدار ديالو سرع عليه الوقت، هذاك سرع عليه الوقت، ما بقاش خدام. حنا في هاد الجائحة هادي كاين في هاد الظرف الحافل، هاد الناس هادو اللي كلاونا حنا كيتعاملوا مع الكار، الكار هو كيدوز من حداهم هنا عامر ما كيهضروش وما عندوش الحق باش يدوز من هنايا. وهما حنا دابا حنا مستهدفين، الناس ديال المحمدية مستهدفين باش ما نهزوش البلايص، باش يبقى المواطن واقف في الطريق. وهذاك المواطن اللي غادي يبقى واقف في الطريق غادي يهزوا الكار، والكار كيدير معاهم الجواوات، كاينه عموله كتعطى لهاد المهنيين اللي كيجريو في الخاوي. دابا انا كنقول للناس المسؤولين باش يتداركوا الوقت وينوضوا. حنا في هاد الجائحه كفانا كورونا، كفانا كورونا، حيت اللهم كورونا حنا كنتساو معها. سيدنا الله ينصرو كيجري وكيدير المساعدات وكيدير باش يجي واحد خائن، خاين شير ديما راه كنقولوا، ما عنده لا كوجون، ما عندهم طاكسيات في سميتهم، ما كيمثلوا الطاكسي بواحد الطريقه اللي هي مشروعه باش يجيب ذاك الكالي في الطاكسي وياكل من الكالة. حنا كنستنكروه وحنا غنتعداو وحنا غنمشيو معاه لاقصى درجه. حنا بالله انا كنقولها بالله ثم والله، الا ما تخاش الحق ديالنا في هادو راه ما تقولش شي طاكسي ديال الولايه يدخل المحمديه، خاوي ولا عامر ما بقيناش باغينهم يدخلوا عندنا المحمديه، ما بقيناش باغينهم يدخلوا عندنا المحمديه. السلام عليكم.